شوف انه نادي الرياض يعني شيء مؤلم اللي قاعد يصير له. ليش الهلال بس؟ لانه اشوف انه الهلال عنده حاجتين يعني متوفره فيه، يعني اول شيء مرتاح اقتصاديا وهذه مهمه، لان الهلال على طول يعني في السنوات على الاقل اللي عشناها قبل دعم الهيئه انه مرتاح ماليا، ما عنده مشاكل ماديه، بل بالعكس عنده وفر. الثاني عنده وفر في اللاعبين، يعني ما عنده ازمات لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية زيادة اللاعبين. فكانت في فكرة أنا أذكر كانت ما أدري بس من اللي